فهدفي ان الكلام ده كله انك لما تختار لون وتقول انا ملون باللون الاسود يبقى اسود اسود، مش يبقى بلو بلاك، مش يبقى رمادي غامق وانت فاكره اسود. لما تقول انا مستخدم اللون الازرق، لا مفيش ازرق، التصميم ده كله اللي انت شايفه قدامك مفيش فيه ازرق، ممكن مبقاش فيه ابيض او مبقاش فيه الالوان دي كلها. فانت بتستخدم الوان بدرجات لونيه معينه، فخلاص ما تقولش اسود لان الاسود كله صفار. طيب معايا هنا مثلا لو انا عايز اعمل ده اسود تاني ونوع اسود مختلف، يعني ما هو الاسود درجات، فبس الاسود الاسود ده اسود اسود بلاك بتاعي. اما لو انا جيت عند اللون الاسود فعلا ووقفت وطلعت سنه صغيره كده، مفيش، ده مش اسود بقى، هو اسود بس مش اسود، هو اقرب للاسود ولكن في حمار، ده غير ده. انت شايفهم واحد لان نسبه الرد قليله، بس ده مش اسود، ده مش اسود، هو يتعرف انه اسود بس مش اسود خالص، يعمل لك مشاكل في الطباعه، يعمل، لان هو مش بلاك، لازم يكون في نسبه احمر وممكن تحصل مشكله اثناء الطباعه لو هتطبع يعني. ولكن ده الكتروني فالعمليه ماشيه، انما ده بلاك بلاك، لو الاحبار اللي هتطبع بيها بلاك بس مش هيعمل لك مشكله، اما ده مزج لوني، ده في نسبه احمر، ده في نسبه احمر، فلازم يبقى فيه ريد، في حبر ريد علشان يتاخد يشكل لك اللون ده. طب انا لو هزود الريد شويه كده مثلا، هو بقى اقرب للبني، اخد بالك انت من الدرجه دي، ده انت شايف اسود ولكن مش اسود، ده اسود محمر، ده اسود محمر، حتى في الباليتا ممكن يكتب لك عليه ايه يعني، ده بلاك، ده بلاك، وده يعني ده جري 25%، المفروض يديك بلاك حاجه، اه بلاك برضه شايفه بلاك، هو مش بلاك، ده مش بلاك، ده فيه ريد 33. طب لو ريد فيه ريد 50، هو باين قوي انه مش هو، باين ان هما مش زي بعض، باين ده بني شويه. فلو قلت له 80، سوري، لو قلت له 80 لا البني بقى بني في افتح. طب لو قلت له 100 في الاحمر، خلاص انت بقى ماشي في الدرجات الاحمر، انت كده عايز توصل لايه؟ عايز توصل تقول لي انا عايز اوصل للون الاحمر، ده موضوع مختلف بقى، كل ما تعلي في الاحمر بتوصل للون الاحمر، في الاخر هيقول لك ريد. طب لو انت قلت له 150 مثلا، ده ايه ده؟ فهيعتبره لون دارك ريد، دارك ريد يعني احمر بس مليان سواد، يعني غامق. فشغل الالوان ده انت تاخد بالك منه وتراعي موضوع التباين، لان انا كده كتبت بالوان كتير، لو انا اديتهم خلفيه على سبيل المثال سودة، ما تنفعش تكتب اسود على اسود، بس لاحظ الاصفر والاخضر ازاي شكلهم حلو، والاحمر الطبيعي مش الاحمر الدارك، ما ينفعش تحط خلفيه سودة ويبقى الالوان داخل فيها نسبه دارك، لا، مع ان الازرق حلو والاخضر حلو والاحمر حلو والاصفر حلو طول ما هو لون بيور، اما لما الاحمر دخل في نسبة دارك بقى مش قوي. طب ما لو قلت له هنا الازرق الاصفر حلو والاخضر حلو والاسود حلو والاحمر حلو، الالوان الاصلية على الخلفيات حلوة مفيش مشكلة. طب ولو الاخضر، والله جميل، التباين الالوان الاصلية مع الخلفيات مفيش فيه أي مشكلة، هو بس الأصفر والأخضر مش مع بعض، يعني المفروض ما يبقوش مع بعض شوية لأن هما بيزغللوا العين، فإنما الأصفر مع الأسود، أزرق مع أسود، أخضر مع أسود، أخضر الأصلي مش الأخضر ده، تمام. فالعملية ماشية شوية، فده تباين برضو ما بين الأرضية والفور كالر والباك كالر، ده حتى في الوورد ده اسمه فور كالر، اللون الامامي لون الكتابه، اما ده اسمه
الباك كلر، تمام، هو اللي بيقول عليه الشيدنج او الظل او الظل او لون الباراجراف او التيبل او الخلفيه، احنا بنقول عليه مجازا الباك كلر، تمام. فده نبذه كده شويه عن الالوان، اخذنا فيها وقت شويه، ولكن هي شيء مهم جدا انك لازم ترجع له. هنا في عندنا بقى الوان وفق بقى، ممكن تاخد الوان فصل الصيف، احنا خلينا طبعا على فصل الصيف، فممكن تاخد السمر كلر، فتيجي تختار بقى الوان فصل الصيف مرتبطه مثلا بالشاطئ، فهو جايب لك صوره للشاطئ والتراب والشجر، فجايب لك بقى الالوان اللي ممكن تبقى لون شاطئي، جايب لك هنا لون تصميم تاني للشاطئ، واعطيك الوان جميله هنا، الوان واضحه وصريحه، تمام، لبرضو شكل شاطئ تاني، تمام، جايب لك بعض الصور ومطلع لك منها الالوان بتاعتها، وده شيء جميل جدا يعني. فانت تقدر تستغل الالوان دي، ولو الصوره دي عندك في سياق التصميم انت هتبقى تصميمك عالي شوية. طب ده جميل جدا، ده جميل، ده أنا عشان أطلع ألوان سمر، فأنا عندي هنا باليتات ألوان مختلفة، اسمحوا لي أمسح اللي أنا كتبته ده وأقول له هات لي صورة، الصورة اللي مش كل مرة بجيبها له دي اللي هي دي، فباخدها له عشان أجيب الكالر المختلفة بتاعتها، التصاميم المختلفة. فقال لي ممكن تطلع شهادة شكلها كده، شوف الذكاء بقى، ما هو احنا كل شغلنا بالذكاء الاصطناعي، ولكن انا ما بحبش اقول، فهو دي شهادة، ولكن بيقول لك الوان الشهادة وتصميم الشهادة وشكل الشهادة ودي الالوان بتاعتها. ممكن من خلال برضو التصميم بتاعك يكون عندك فلير شكله كذا، او مطوية شكلها كذا، او المطبوعات بتاعتك يكون شكلها كذا، فانت بتاخد التصاميم اللي هو بيديها لك بناء على الالوان الاصليه، ودي شهاده تانية ممكن يبقى تصميمها بالشكل ده، وديت بروشور او فلاير للمؤتمر او حاجه شكله عامل كده، فجاي من صوره، جاي من صوره، تمام. زائد ان في بقى في ناس بتدور على حاجات شائعه، فصل الربيع، فصل الصيف، حتى الشتاء، حتى مش عارف ايه، بتطلع الوان مرتبطه بالوقت ده. ده بالنسبة انك بتستعرض الالوان المختلفة. طيب برضو الموقع ده بيكون فيه ترند كلر، يعني في مثلا صور ترندات يعني، فانا عندي مثلا يعني في الترند مثلا في الجيم، فمثلا ده ممكن يبقى فيه ترند كلر، تختار كده، ممكن تدور بقى براحتك يعني في الجيم ديزاين، في الالوان الجيمز، فانا عندي هنا فيو مور، تقدر تدور في، مفيش حاجه في التعليم، في ترافل، في السفر، في شويه الوان في السفر كويسه، بس هو بيلود الالوان هنا طبعا، بيجيبها لك على طول، فطبعا هو عنده حاجات. انت ممكن تكتب له هنا انك انت عايز تدور على المدرسه مثلا، مش عارف بقى عنده ولا لا، ادي الطلبة في المدرسة، وادي مبنى مدرسة، جايب من التيشيرتات بتاعتهم، وادي ولاد بتجري ودواليب، يعني بيجيب لك فين اتوبيس المدرسة، لازم هيجيبه لك برضو في اللون الاصفر دايما ما بينساهوش. فطبعا عندك هنا برضو في الترند، فيه هنا في برضو لابل برضو الكالر بتاعتها اللي بتيجي من الصور، واعطيك هنا برضو باليتات للالوان، يعني هو ده موقع مفيد جدا 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 جدا، وادي اللايبراري بتاعت الالوان كلها، بس هو عايزني ادخل جوجل، انا مش ادخل ادوبي، وانا مش داخل ادوبي، تمام، خلاص اوكي اخرج. ادوبي كلر بس من غير ما ادخل على اكونت ادوبي يعني.